أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة، وإن شاء الله أنها تكون حلقة مميزة من برنامجكم من مكتبتي وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل بوغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بنور يا أبو فهد، حياك الله وساعة مباركة يا أخوي. جماهير يا الجماهير، هذا أعتقد أتوقع يعني أنها 85 هذه 15 نوفمبر 85 اعتزال حمد بو حمد. حمد بو حمد مع منتخب مصر. إيه حبايب سوريا والعراق اليوم موقعها حامية. احتفالات لم يسبق لها مثيل في اعتزال حمد بو حمد. سعودية والعراق؟ جماهير لا سوريا والعراق. سوريا والعراق. جماهير 15 نوفمبر 1985. خلنا نقرأ طبعا. نعرض الخبر، يعني شوف هذا اعتزال حمد بو حمد. نمسي عليه بالخير بو نواف، نجم السبعينات ويعني كان ملهم الرياضة في تلك الفترة والجماهير، معشوق الجماهير الكل في فترة السبعينات، كان مقرم خصوصا النصف الأول من السبعينيات، وهو الهداف الفعلي دورة الخليج الثانية، وكما ينمى إلى علمي أنه كان راح يستقرون على اختياره كأفضل لاعب في دورة الخليج الرابعة الثالثة التي قيمت في الكويت 74، لكن من وجهة نظري من كلام يعني اللي سمعته أن هناك كانت مجاملات، ويستاهل محمد غانم نجم خلوق. نعم. نجم طبعا حسن عبدون وحسين مذكور وفهد الأحمد يصافحون لاعبي الفريقين. حمد بو حمد يتوسط باقات الزهور برقم 11 الذي رافقه طول مشواره. حمد بو حمد يشارك دفاع المنتخب المصري في إحدى الكرات، طبعا في كلمة سبقت المباراة مباشرة وسط هتافات الجماهير، وصف الشيخ فهد الأحمد اللقاء بأنه الرد الفصيح والبليغ على كل محاولات التي حاولت نيل من تماسك شباب أمتنا العربية. ودع حمد محمد جماهير أثر خروج الملعب في الدقيقة 20 من المباراة، وصافحوا لاعبي الفريقين وصعد طبعا المنصة. كان طبعا فنان الكويت طبعا قد أقام مباراة استعراضية قبل لقاء المنتخبين. فنان الكويت صحيح. نالت استحسان الحضور. طبعا يعني هذه كذلك هني تغطية لي الله، يعني صورة جميلة، صور جميلة. شوف شوف لا أردها شوي أبو غازي. صحهم بس شوي بس أبو غازي بس تكلم فيها. شوف الكابتن حمد محمد شايل علم الكويت وعلم مصر، راح تكلم عن الجزئية هذه، لكن أنا لاحظ الضبابة اللي ما فارقت قدم. نعم. حمد محمد من 77 أو 78 كانت العضلة عنده يعني أذته، يعني هذا اللي أثرت على مستوى حمد. نعم. في آخر فترات سنينه. نعم. حمد محمد يشكر راعي المباراة طبعا شيخ عبد الله جابر بالهتافات واللافتات. فهد الأحمد يا أبوها إيه العظمة دي كلها، هذا الجمهور المصري. إيه شوف هذه كاتبين طبعا فهد الأحمد يا أبوها حاطين لافتة أو إيه كاتبين. إيه نعم طبعا الجمهور المصري يحمل صور فهد الأحمد نجوم منتخب مصري، أبناء مصر يودعون حمد لحظة خروج الملعب، الجماهير في أيدي الجماهير، والفنان عبد الكريم عبد القادر يتصفح. شوف عبد الكريم عبد القادر أبو خالد يتصفح الجماهير بالمدرجات. أحمد للسلامة. طبعا هني هذا أول مرة المنتخب المصري يحضر الكويت بعد وقت المقاطعة يعني. طبعا هذه صورة جماعية. فيصل دخيل لحمد أنتم السابقون. طبعا بعدها بأربع سنوات اعتزل فيصل الدخيل. نعم. نجم الكرة الكويتية. فيصل أصغر منهم. نعم. أصغر طبعا. من جاسم وسعود. 90,000 ريال تقريبا المنتخب السعودي للطاولة. فهد الأحمد يحتفي بوفد مصر، فوز اتحاد الوحدة بالدوري السعودي، قطر تدعو منتخب مصر للعب في الدوحة، الجزائر تستعد المكسيك في المكسيك. هذه طبعا أهم. شلونك نطلع فاصل وغازي بعدين تصفح الجريدة. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وكنا نتكلم في البارت الأول مع جريدة الجماهير 1985 اعتزال النجم حمد بو حمد. كويت ومصر يتعادلان دون أهداف في اعتزال حمد بو حمد. طبعا تعادل منتخب الكويت ومنتخب مصر بدون أهداف لمهرجان اعتزال حمد بو حمد اللي قيمة بعد ظهر أمس أستاذ محمد الحمد بنادي القادسية الرياضي تحت رعاية الشيخ عبد الله جابر
استشارة خاصة سمو الأمير وشاهدها حوالي جمهور يقدر بحوالي 17,000 متفرج. يعني هذا بالنسبة حق طبعا ضاعت الأهداف في سهولة، يعني وقفت العارضة والقائم أمام كرتين سددهما مؤيد الحداد وعاد العباس، وقد أهدر جمال عبد الحميد مهاجم مصر كل فرص سنحت له وخاصة في بداية الشوط الثاني، كما ضاع يوسف سويد فرصة وهو أمام المرمى بياردات. جاء الشوط الثاني أفضل بكثير من الشوط الأول وخاصة من جانب منتخب مصري اللي برز منه علاء ميهوب ومصطفى عبدو، لكن دون أن تستثمر كراتهم ملعوبة وتضيع الفرص ليخرج فريقين متعادلان متعادلين بدون أهداف. زين أضاع لاعب مصر القادم طبعا صورة محمود صالح مدافع مصر يبعد الكرة برأسه ومشاركة من الحساوي. أبو غازي لو شوف البقية الصفحة اللي ورا، نعم، لأن خاص النتيجة انتهت 0-0. نعم وتكلم بس شوف ورا في صورة شدتني ورا صوبي مني الحين هذه شوفها اللي هو الكابتن نجم عادل مرزوق نجم نادي التضامن، وقتها كان حاطين مسمينه نجوم المستقبل، ايضا وليد البخيت نجم نادي القادسيه في كره في قصدي في العاب القوه. طبعا استل الحين على المباراه، ها هي طبعا كل جريده عن المباراه، اي صحيح الجريده كلها طبعا عن المباراه، لكن يعني يستاهل حمد محمد، يستاهل منواف، يعني نعرض مباراه اعتزاله جميع تفاصيلها ومنها يعني من صراحه الرياضيين اللي حتى يعني يقدم لنا النص في البرنامج ويتابع البرنامج منواف. هذه طبعا على محاولات العابثين، هذا حمد ابو حمد، حمد ابو حمد ومصطفى عبدو يتبادل الاعلام التذكاريه، هذا مصطفى عبدو يقدم باقه ورجله عبد الله يابر، وهني طبعا حمد ابو حمد يمسك المصحف الشريف بين يديه لحظه الوداع، هذا صوره الدخيل وكذلك الحساوي. نجوم احنا هني منتخبنا طالع من تصفيات كاس العالم، كان يدربنا الشيخ فهد الاحمد يقول نجح المهرجان المباراه لم تصل المستوى المطلوب، كان يدربنا أليسون مالكوم إلسون، اي لا اعرف سبب غياب العنبري مدرب منتخب الكويت في تلك الفتره، دربنا مبارتين كنا مع المكسيك ومع هذه طبعا كذلك ابو فهد صور جميله مصر. صحيح انتهت كلهم صور صفر حلوه. نتابع لقاء العراق وسوريا هنا، نعم لان صدق كان علاقه اللقاء هذا الفايز يعني العراق وسوريا بدمشق اليوم، هذا طبعا لقاء ذهاب في الدور النهائي تصفيات اسيا كره القدم، هذا اليوم مواجهه صعبه وقويه في الطريق للمكسيك. حسين سعيد، رضوان الشيخ حسن، كاظم طشر واحمد راضي، وهذه صوره لمنتخب سوريا ومنتخب العراق. رساله دمشق مفيد حسون، لاعبو سوريا مصممون على الفوز والعراق متحفز. حول لقاءات سوريا والعراق في كاس العالم، سوريا والعراق تقابلا 6 مرات منها واحده طبعا في كاس العالم. طبعا اللقاء هذا كان لقاء فاصل، وقتها الاتحاد الاسيوي فصل القاره الاسيويه عن القاره شرق اسيا عن غرب اسيا، وكان غرب اسيا العراق وسوريا هم اللي وصلوا للمباراه الفاصله. اقيمت المباراه الاولى في دمشق وانتهت 0-0 يوم احرز احمد راضي هدف والقاء الحكم، وقيم اللقاء الثاني في الطائف لانه كان في حظر بسبب الحرب العراقيه الايرانيه على العراق. نعم. اقيم في الطائف ويوم فازوا العراق بنتيجه 3-1 واول فريق في العالم يصل لكاس العالم المنتخب العراقي وما لعب ولا مباراه على ارضه. وصلنا تجوري ابو غازي. نعم تجوري ابو فهد، عندنا هذه الصوره حقيقه جميله اللي هي طبعا لخالد الحربان. استاذ ويوسف. بيوسف. طبعا استاذ العباسيين لقاء الاشقاء، هذا طبعا مقال ل ايضا خالد الحربان عن لقاء سوريا والعراق. خالد الحربان ايضا علامه بارزه في الرياضه الكويتيه سواء كان لاعب او ايضا في مجال التعليق، ايضا سخر جميع خبرته في الصحافه هنا، ايضا يكتب مقال بمناسبه مباراه العراق وسوريا. أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة.